بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الهادي الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا صباح الخير صباح الورد للجميع مشاهدينا الكرام. شكرا لكم على متابعة برنامج قهوة الصباح بشكل دائم، ونحن اليوم عندنا ضيوف مختلفين تماما، ونتعلم من خلال هذه الفقرة كثير من الثقافات التي نطرحها. اليوم أنا سعيد جدا جدا بسبب أنه هناك أعمال مناشط كثيرة. إحنا في سلطنة عمان عندنا أخبار، هي مواضيع ثلاثة. أول شيء نبارك طبعا، أول شيء بالنسبة لرحلة إلى محافظة مسندة عبر العبارة، شركة العبارات نشكرها جدا على دعمها للأشخاص الصم، حوالي 55 شخص إلى محافظة مسندم، وكانت رحلة رائعة جدا. بحيث أيضا وعندنا كثير من المترجمين أيضا، نحاول نتكلم عن كان كثير بالنسبة لمحافظة مسندم، كان كل المجتمع داعم لهذه الرحلة، سواء الجهات الحكومية والشركات كانوا داعمين جدا، وهذا ما أسعد الصم في رحلتهم الأولى إلى محافظة مسندم. ونشكر الجميع ونتمنى أن يستمر هذا التعاون بإذن الله تعالى. الموضوع الآخر، أيضا نبارك لسلطنة عمان بناشنال تايم، مجلة ناشنال تايم باختيار سلطنة عمان الوجهة السياحية الأولى لعام 2019. أيضا اليوم أنا سعيد أيضا بضيوفي. من وين؟ من أتوا من تشيكيا. ضيوفي أسماءهم، الأول اسمه جيري، وأيضا الآخر اسمه جون. هم أتوا إلى سلطنة عمان للسياحة، لأن السياحة جميلة في سلطنة عمان، يتعرفوا على السلطنة. نرحب بجيري أولا. مرحبا بكم. أنا وزميلي جون من حوالي يعني شهرين ثلاثة حاولنا أن ندور على مكان أو برنامج يكون متميز في أقوم برحلات، ويكون في نفس الوقت بشكل يعني ما يكونش غالي علينا. فحاولنا يعني نشوف أحسن الأشياء اللي موجودة على الإنترنت، ووجدنا أن أحسن مكان ممكن ننزل فيه أنه هو ننزل سلطنة عمان. وبالفعل بدأنا عملية الحجز ووصلنا إلى عمان. بس كان عندنا مشكلة ازاي ان احنا نقدر نتفاهم ونتواصل داخل المجتمع العماني. فحاولنا نوجد اي شخص من الصم، هو شخص اسمه حمود، تواصلنا معه ووصلنا عمان، وهو قام بعملية المساعدة لينا والترجمة. يعني احنا دايما بنسمع عندنا عن طريق الانترنت وعن طريق السوشيال ميديا ان في اماكن غير مؤهله وفي حروب وفي في المنطقه العربيه، فده كان تخوف من ناحيتنا ان احنا ننزل سلطنه عمان، ومحتاجين نعرف اذا كان البلد امنه ام لا. ولكن طبعا يعني لما جينا زورنا المكان يعني بجد انبهرنا بشكل كبير جدا، واحنا سعداء ان احنا جينا سلطنة عمان والامن والامان. كان يتكلم بشكل كبير جدا، وايضا يتكلم باللغه العالميه، لغه الاشاره العالميه، وانا فهمته وانا مرتاح، وانا طبعا افهم اللغه العالميه، ورائع جدا انهم يزوروا السلطنه. كانوا يفتكروا ان هناك خوف انهم يوصلوا او زياره السلطنه والسياحه، لانه يسمعوا ان هناك كثير من المشاكل في الدول العربيه ايضا، لكن عند وصولهم وجدوا كل المجتمع، كل الصم ايضا داعم للاشخاص الصم في السلطنه، واحنا نشكر طبعا كل الجهات الداعمة لذوي الإعاقة السمعية. طبعا هو تحدث عن حمود الشيذاني، هو نائب رئيس الجمعية العمانية ذوي الإعاقة السمعية، هو من أيضا تواصل معهم بحيث أنه يحضروا إلى السلطنة وأن يكون دليل لهم في السلطنة، وهذا شيء رائع جدا أن يكون هناك تعاون ما بين الصم العمانيين والصم الآخرين. أيضا جون، أهلا وسهلا بك مستر جون. اسمي جون، إشارتي جون بهذه الطريقة، لذلك لأني كان عندي شعر يعني طويل من قبل. أنا من تشيكيا،
بعيش في براغ، بشتغل في برنامج أوبر كسائق يعني. في بداية الأمر أنا يعني حاولت أفهم يعني أحسن الأماكن اللي ممكن نزورها في على حول العالم، ولكن أول ما جيت هنا يعني في سلطنة عمان حسيت بفرق شديد جدا ما بيني وما بين أي دولة في أوروبا. حتى يعني دايما لما بكون سايق مثلا في الطرق هناك بحس باختلاف وتعنيف. شكرا جزيلا لك على قدومك للسلطنه، وايضا تعرف على السياحه فيها، واحنا ان شاء الله راح يكون ايضا تعاون بيننا، وايضا هدفنا هو الارتقاء بثقافه الصم حول العالم طبعا. السؤال الثاني بالنسبه لجورج، كيف اتيتم الى السلطنه؟ بالنسبه لعمان بحثتم عنها، كيف اخترتم سلطنه عمان تحديدا، وكيف وجدتم وجودكم هنا في السلطنه؟ انا شخص من الاشخاص اللي بيحبوا السفر حول العالم في اي مكان، واحب ان انا اقول في يوم من الايام ان انا زرت دوله الفلانيه والدوله الكذا والدوله كذا. وطبعا يعني انا يعني كان عمري ما زرت دوله عمان ابدا يعني، ولكن يعني بدات ابحث في يعني عن الجرائد الرسميه وعلى الانترنت دايما، وعن حد من زمايلي يعطيني معلومات اقدر اوصل بيها لهنا. ولكن سنة 1990 حاولت ان انا يعني افكر ان اجي هنا، لكن حصل بعض الامور معايا في حياتي، لكن يعني واحدة بالترتيب واحدة واحدة عرفت ان انا محتاج ازور دولة تكون يعني يكون فيها حداثة ويكون فيها امن وامان. لذلك قررت ان انا انزل سلطنة عمان بالفعل. ممتاز، شكرا جزيلا لك. يعني سؤالي التالي ايضا بالنسبه للتلفزيون، في تشيكيا، في التلفزيون هناك في تشيكيا، هل هناك برنامج خاص للصم او فقرات خاصه بالصم؟ لا للاسف، دي كانت اول مره في حياتي ان انا اشوف شخص بيذيع لايف أصم، وبيذيع لايف مباشرة يعني عن طريق برنامج رسمي للدولة. وطبعا يعني ده كان انبهار شديد جدا ليا. تاني شيء، احنا عندنا في تشيكيا 10 أشخاص، يعني 10 مليون شخص موجودين، يعني ممكن يتواجدوا في عمليات في الحياة اليومية بدون مترجم وبدون معلومات كثيرة. ولكن يعني باستخدام تكنولوجيا المعلومات بنقدر نوجد عملية ترجمة عندنا. جميل، شكرا جزيلا. احنا في المستقبل ان شاء الله راح نكون بنفس الطريقة اللي تتعاملوا فيها داخل المجتمع بإذن الله. السؤال التالي بالنسبة لجون، كيف بالنسبة لسائق، انت سائق أجرة هناك في تشيكيا، كيف تتعامل مع المجتمع، كيف تتواصل معهم، كيف، هل هو صعب سهولة؟ احكي لنا كيف تتعامل في الطريق مع سيارات الأجرة. عادي جدا، ما فيش اي مشكلة عندي. هو بيجي لي بشتغل، يعني قبل كنت بشتغل في كذا شيء يعني قبل الموضوع السياقة، ولكن يعني بعدين بدأت اشتغل في موضوع اوبر، وببدا يجي لي ريكويست واتواصل معي، فيعني بيتصل علي بالتليفون. لكن دلوقتي برنامج اوبر يعني حاليا بيعطيني يعني انذار يقول لي في ريكويست قادم اليك، وممكن اتواصل مع الشخص نفسه عن طريق الكتابه، وما فيش اي مشكله في التواصل ما بيني وما بينه، يعني لان البرنامج بيسهل عمليه التواصل ما بيني وما بين الشخص. جميل جدا التواصل ما بينك وبين الاخرين. بالنسبه لي ايضا جورج، كيف اتيت الى السلطنه
وبالنسبة لزيارتك للمتاحف ممكن يكون مترجم، أو كيف تستفيدوا من زياراتكم داخل المتاحف أو تواصلكم داخل المجتمع، دليلكم أيضا في مجال السياحة، كيف هل هناك تحديات أو هناك سهولة وما تكون فيها إشكالية؟ أنا زرت السلطنة هنا من يومين، يعني وصلت من يومين، وحاولت أن أنا أروح أماكن سياحية كتير مختلفة، ولكن يعني أنا شايف من وجهة نظري أن أنتوا يعني كسلطنة عمان يعني محتاجة أن أي شخص زائر سائح بيجي على يعني السلطنة بيوجد مشكلة في التواصل ومشكلة في القراءة ومشكلة في يعني معرفة بعض المعلومات السياحية والأماكن الموجودة، وبيبقى محتاج طبعا معلومات، حد يعطي له معلومات بشكل دائم. لذلك يعني يجب يعني أن يكون في شخص مرشد أو يكون في شيء بيترجم لهم بلغة الإشارة، أو أن احنا كأشخاص سائحين أجانب نعتمد على الترجمة الإلكترونية أو الترجمة عن طريق تكنولوجيا معلومات، إذا كان مثلا في كول سنتر أو شيء معين زي يعني مترجمة فورية مباشرة عن طريق لغة الإشارة الدولية أو غير يعني. لذلك يعني ده طبعا هيفيد كويس جدا في سلطنة عمان لزيادة عدد السياح الموجودين وزيادة الزائرين، لأن موجود في عملية إتاحة متواجدة بالفعل لترجمة لغة الإشارة. رائع جدا وسهل جدا وطريقة سهلة، في ممكن نجد حل لكل التحديات في تشيكيا، هناك أيضا حلول، موجود مركز اتصال سواء موجود في مراكز الشرطة مراكز الصحية، وبسرعة وسهولة ممكن التواصل ما بين الأطراف بحيث تعطي المعلومات تعطي كل البيانات وأيضا تقديم الخدمة بشكل مهم بشكل سريع جدا. نتمنى أيضا أن يكون هذا موجود عندنا في السلطنة بإذن الله تعالى. بعد ذلك نعم بالنسبة لجون، بالنسبة وجهتكم الأخرى إلى أين بتكون وجهتكم الأخرى؟ هل خارج البلد أم هناك وجهة أخرى داخل السلطنة؟ إحنا حالياً إحنا في مسقط، إحنا إن شاء الله يعني بكرة هنتوجه إلى صلالة، وإن شاء الله يعني في بعد يومين تقريباً هنبدأ نتوجه إلى دبي. نعم. طبعا الكلام رائع جدا واستفدنا منهم معلومات كثيرة وأيضا طرق للتواصل لحلول كثيرة، وهذه استفادة كبيرة إن شاء الله راح نعمل فيها، وراح يكون عندنا تعاون إن شاء الله كثير مع الأخوان من تشيكيا، وأيضا هناك أيضا إن شاء الله راح يكون بيننا تعاون مستقبلا. في الختام أنا أشكر جورج، شكرا جزيلا لك. أيضا أشكر جون، أشكركم. الآن طبعا فقرتنا انتهت، طبعا نحن في هذه الفقرة أول مرة يكون فيها ثلاث مترجمين، الأستاذ محمد رشاد اللي يتكلم باللغة العالمية، أيضا المترجم يحيى البراشدي يتكلم بلغة الإشارة، وأيضا سعيد البداعي يترجم باللغة العربية. وإن شاء الله تكون حلقتنا حلوة وفقرتنا حلوة، نتمنى من الجميع، نشكر الجميع، أيضا نشكر الجهات الحكومية التي تعمل على إيجاد ترجمة لإعلاناتها واللي ساهم كثير في ثقافتنا ومعرفة كل ما يدور في الإعلانات الحكومية، وشكرا جزيلا لكم.